السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا في الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله هنبدأ أول درس نصوص النهاردة الفصل الدراسي الثاني، وهو سفينة نوح. النص قرآن كريم حفظ. إن شاء الله نتعرض للنص مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مع بعض كده يا شباب نشوف الآيات آية آية. بالنسبة للآية الأولى، وأوحي إلى نوح. أوحي يعني ألهم أو أخبر عن طريق الوحي، عن طريق ملك الوحي اللي هو سيدنا جبريل، أنه لن يؤمن، ومضاد يؤمن يكفر، من قومك، قومك اللي هم أهلك، جماعة من الناس، والجمع أقوام، والمفرد من غير لفظها رجل، إلا من قد آمن فلا تبتئس. تبتئس يعني تحزن، والمضاد تفرح وتسعد. بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك، الفلك اللي هي السفينة، وتطلق على المفرد والمثنى والجمع. بأعيننا ووحينا، بأعيننا ووحينا المراد بها حفظنا ورعايتنا، ووحينا إلهامنا، وجمع كلمة وحي وحي وحي، الواو عليها ضمة والحاء تحتها كسرة. ولا تخاطبني، تخاطبني معناها تحدثني، أما المراد بها أي لا تطلب لهم المغفرة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، المراد الكافرين، وهم ظلموا أنفسهم وظلموا نبيهم بكفرهم. إنهم مغرقون أي هالكون غرقا، والمضاد ناجون. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا أنه أوحى إلى سيدنا نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أي يتوقف عن الدعوة فلن يؤمن أحد به، ولا يحزن على كفرهم. كما أمره أن يصنع السفينة برعاية الله وحفظه، ولا يطلب المغفرة للقوم الظالمين لأنهم مغرقون، فقد صدر عليهم الحكم بالهلاك. السؤال عندك، بما أخبر الله نبيه نوحا وبما أمره؟ أخبره بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وبما أمره أن يصنع السفينة. ولماذا؟ لكي تكون هذه السفينة وسيلة نجاة المؤمنين من الغرق، أو بمعنى آخر ليركب فيها المؤمنون كي ينجو من الغرق، وهو الطوفان الذي عذب الله به قوم سيدنا نوح. مواطن الجمال. أول موطن مواطن الجمال، وأوحي إلى نوح. الفعل هنا مبني للمجهول للعلم بالفاعل، وهو الله سبحانه وتعالى. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أسلوب قصر وسلت لن اللي هو النفي بلن، والاستثناء بإلا يفيد التخصيص والتوكيد. أنه لن يؤمن من قومك أسلوب مؤكد بأن، قد آمن أسلوب مؤكد بقد، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أسلوب نهي يفيد النصح والإرشاد، وفيه تسلية لسيدنا نوح أي تصبير لسيدنا نوح. بعد كده، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد. بأعيننا ووحينا تعبير يدل على حفظ الله ورعايته لسيدنا نوح. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني أسلوب نهي يفيد التحريم،
تحريم تعقيب على حكم الله، فهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، أي أنه انتهى الأمر في قوم نوح وصدر عليهم أمر الله بالهلاك. إنهم مغرقون، أسلوب مؤكد بإن، وعلاقته بما قبله تعليل. التعبير القرآني ولا تخاطبني في الذين ظلموا أجمل من لا تخاطبني في الذين ظلموك، لأن الذين ظلموا في هنا حذف المفعول به يفيد العموم والشمول، لأنهم لكل من ظلموه سواء أنفسهم أو سيدنا نوح أو الناس المؤمنين إلى آخر. الآية اللي بعد كده، ويصنع الفلك، لو سيدنا نوح بيصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه، ملأ يعني جماعة والجمع أملاء، سخروا منه، سخروا منه يعني استهزأوا به ومضادها احترموه أو وقروه. يبقى أثناء صنع سيدنا نوح للسفينة وكلما مر عليه جماعة من قومه يستهزئون به. طب لماذا يستهزئون به؟ لأن سيدنا نوح يصنع سفينة في بيئة صحراوية لا يوجد بها أنهار ولا بحار، فكيف ستسير السفينة؟ قال إن تسخروا منا، من اللي قال؟ سيدنا نوح، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يبقى سيدنا نوح رد على قومه بندية ويقين، فهم إن يسخروا منه اليوم فسيسخر هو والمؤمنون منهم عندما يأتيهم الطوفان. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب، عذاب يعني عقاب، والجمع أعذبه، والمضاد نعيم، يخزيه يعني يذله، والمضاد يعززه أو يكرمه، ويحل عليه أي ينزل عليه عذاب مقيم، مقيم أي دائم عكسها منقطع. يعني سيدنا نوح، يعني قوم سيدنا نوح كلما مر عليه أثناء صنع السفينة يستهزئون به لأنه يصنع السفينة في بيئة صحراوية لا يوجد بها أنهار أو بحار، وكان رد سيدنا نوح عليهم بندية ويقين من نصرة الله له. بندية قال لهم إن تسخروا منا اليوم فسنسخر منكم عندما يأتي عذاب الله، أما يقين فهو على يقين تام من أن الله سبحانه وتعالى سينصره وسيعذب الكافرين. السؤال بيقول لك لماذا سخر قوم نوح منه أثناء صنع السفينة؟ لأنه يصنع سفينة في بيئة صحراوية لا يوجد فيها بحار وأنهار، فكيف ستسير السفينة؟ بعد كده مظاهر الجمال، ويصنع الفلك، استخدام الفعل المضارع يصنع يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أداة الشرط كلما تفيد التكرار والاستمرار، وكلمة ملأ جاءت نكرة للتحقير، أي تحقير الناس اللي بيهزأوا من سيدنا نوح، وتوحي بكسرة الكفار المستهزين، يعني مش واحد بس، لأ ده جماعة، يبقى تفيد الكسرة. سخروا منه نتيجة لما قبلها، فإنا نسخر منكم، تعبير يدل على يقين سيدنا نوح من نصرة الله له، وأسلوب مؤكد بإن، وعلاقتها بما قبلها نتيجة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، تعبير يدل على شدة عذاب الله لقوم نوح، تنكير عذاب يفيد التهويل أو التخويف، وصف عذاب بيخزيه، يخزيه اللي هي يذله، دلالة على الذل والإهانة، ووصف العذاب بمقيم يدل على خلوده في الآخرة، أي هم معذبون دائما في الآخرة. العطف بالواو يفيد التنوع من عذاب مقيم وعذاب يخزيه، بالتنوع بين الخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة. الأفعال المضارعة تفيد التجدد والاستمرار، زي كلمة يأتيه ويخزيه ويحل، تفيد التجدد والاستمرار. الآية اللي بعد كده، حتى إذا جاء أمرنا، جاء يعني أتى أو نزل، أمرنا المراد بها عذابنا، وجمع أمرنا أوامرنا مش أمورنا، عشان هنا أمر بمعنى التكليف يعني من الله سبحانه وتعالى، والجمع أوامرنا. وفار التنور، فار أي نبع منه الماء. ما هو التنور؟ التنور الفرن الذي يخبز فيه، والجمع تنانير، ودي كانت علامة بداية الطوفان لسيدنا نوح، وهو فوران الماء من التنور. قلنا، الضمير إنها عائد على الله سبحانه وتعالى وموجه لسيدنا نوح، احمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين، أي من كل نوع من المخلوقات زوجين ذكر وأنثى، وأهلك، وجمعها أهال وأهلون وأهلين، إلا من سبق عليه القول. سبق عليه القول أي صدر عليه حكم الله بالعذاب
من أهله وهم امرأته زوجته يعني وابنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل علامة بداية الطوفان لسيدنا نوح فوران التنور الماء من التنور، وأمره بأن يحمل في السفينة من كل نوع من المخلوقات ذكر وأنثى وأهله إلا من سبق عليهم حكم الله بالغرق والهلاك من قومه وهم ابنه وزوجته، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، أي عدد المؤمنين مع سيدنا نوح كان عددهم قليل. وقال اركبوا فيها، قال هنا اللي بيقول سيدنا نوح اركبوا، الأمر موجه للمؤمنين، فيها إلهاء الضمير عايد على السفينة. يبقى سيدنا نوح أمر قوم المؤمنين أن يركبوا السفينة. بسم الله مجريها ومرساها، مجريها يعني سيرها في الماء ومرساها يعني وقوفها، الكلمتين بينهم تضاد. يبقى أمر سيدنا نوح المؤمنين أن يركبوا السفينة قائلين بسم الله عند سيرها وعند توقفها، أي بإرادة الله تسير السفينة وتتوقف. إن ربي لغفور رحيم، غفور كثير المغفرة ورحيم واسع الرحمة. وهي تجري بهم، وهي اللي هي السفينة، تجري أي تسير بسرعة، والمضاد ترسو أو تتوقف، بهم أي بالمؤمنين، في موج، وموج جمعها أمواج، والمفرد موجة، كالجبال أي موج مرتفع عال كالجبال. ونادى أي صاح أو دعا نوح ابنه، ونادى نوح ابنه اللي هو كفر، وكان في معزل، معزل أي مكان بعيد منعزل عن سيدنا نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يبقى أثناء سير السفينة في الموج المرتفع نادى سيدنا نوح على ابنه، كان في الوقت ده ابن نوح كان يصعد فوق جبل معتقدا أنه سيحميه من الماء تكبرا منه، وكان ابن نوح في مكان منعزل، ونادى نوح عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هنا بتظهر عاطفة الأبوة لإنقاذ ابنه من الغرق المؤكد، ولكن الابن عصى نصيحة أبيه فكان جزاؤه الغرق والهلاك مع الكافرين. طيب نبص على الأسئلة مع بعض. ماذا طلب سيدنا نوح من المؤمنين به ومن ابنه؟ طلب من المؤمنين أن يركبوا السفينة قائلين بسم الله عند سيرها وعند توقفها، ومن ابنه أن يركب السفينة ليكون مع المؤمنين. بعد كده نبص على مواطن الجمال. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، تعبير يوحي بقوة اندفاع الماء من التنور. لاحظ كلمة فار، فار يعني اندفاع ماء شديد، إذانا ببدء الطوفان. بعد كده التعبير بضمير الجمع أمرنا وقلنا عن الله سبحانه وتعالى في التعظيم الذات الإلهية، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. قلنا أو استخدام إذا الظرفية برضو والفعل الماضي في الثبوت والتحقق. يبقى إذا دي هذا الشرط في الثبوت والتحقق، والفعل الماضي جاء وفر في الماضي في التحقق. قلنا نتيجة لما قبلها، والنا ضمير للجمع عائد على ربنا سبحانه وتعالى للتعظيم. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أسلوب أمر النصح والإرشاد، وأهلك إلا من سبق عليه القول. يبقى ربنا استثنى من المؤمنين الناس اللي هتغرق اللي هم امرأته وزوجه، ده تعبير وزوجته، تعبير يدل على عدل الله وأنه لا يستثني خاطئا من العقاب حال عدم توبته حتى لو كان من أهل نوح، يعني نوح لا يستطيع أن يشفع في الكافرين. وما آمن معه إلا قليل، طبعا أسلوب قصر وسلت ما النافية وإلا اللي تفيد الاستثناء يفيد التخصيص والتوكيد، وأيضا تعبير يدل على مصاحبة المؤمنين لسيدنا نوح ووقوفهم معه. اركب معنا أسلوب أمر النصح والإرشاد. بسم الله مجريها ومرساها، أولا بين مجريها ومرساها تضاد يوضح المعنى ويقوي. تقديم شبه الجملة بسم الله فيه دلالة على ضرورة البدء بسم الله وحسن التوكل عليه في جميع الأعمال. إن ربي لغفور رحيم أسلوب مؤكد بإن واللام اللي هي في كلمة لغفور، وتعليل لما قبله. غفور ورحيم صيغتا للمبالغة تفيد سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، إن شاء الله نعرف يعني إيه صيغ المبالغة دي في دروس النحو القادمة بإذن الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال، تشبيه للموج في ارتفاعه وعلوه بالجبال. واستخدام الفعل المضارع تجري في التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا،
تعبير يدل على حرص نوح على مصلحة ابنه، وتعبير يظهر فيه عاطفة الأبوة. يا بني، أسلوب نداء يدل على مدى حب نوح لابنه، واستخدام صيغة بني للتصغير بدلا من ابني لإظهار العطف والحنو عليه وحاجته للنصيحة. اركب معنا أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد، لا تكن مع الكافرين أسلوب نهي للتحذير من الكفر وسوء عاقبته، وأيضا للنصح والإرشاد. طبعا التعبير القرآني آمن معه أجمل من آمن به، لأن معه تدل على مصاحبة المؤمنين لسيدنا نوح دائما، هم معه في جميع المواقف ينصرونه. بعد كده نتعرف على الأسئلة، سؤال وجواب بحيث يكون سهل على الطالب استرجاع الدرس. أولا، لما أرسل الله نوحا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيرسل نوح كباقي الأنبياء لكي يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك الشرك وعبادة الأصنام. بما أخبر الله نبيه نوحا وبما أمره، أخبره عن طريق الوحي سيدنا جبريل، يعني أنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا تهتم بكفرهم. وأمره بأن يصنع سفينة بعون الله وحفظه لتكون وسيلة النجاة للمؤمنين. أمر الله نوحا بصنع السفينة مع قدرته على أن ينجيه بدون سفينة. يعني إيه السؤال ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح أنه يصنع سفينة عشان ينجو من الغرق، وربنا سبحانه وتعالى قادر ينجي سيدنا نوح من غير سفينة، يرسل له ملائكة مثلا تحمله إلى السماء بأي طريقة. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمره بصنع السفينة ليبين له قيمة العمل وضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. بما أمر الله نبي نوحا وما عاقبة الظالمين؟ أمره بصنع السفينة لتكون أداة النجاة عاقبة الظالمين الغرق في الطوفان. كيف تصرف قوم سيدنا نوح معه أثناء صنع السفينة؟ كلما مروا عليه سخروا منه. ولماذا سخر قوم نوح منه وهو يصنع السفينة؟ لأنه كان يصنع السفينة في مكان ليست فيه أنهار قريبة أو بحار لكي تسير فيه السفينة. كيف سخر قوم نوح منه وبما رد عليهم؟ كانوا بيضحكون ويستهزئون به، رد عليهم طبعا بندية ويقين: إن تسخروا منا اليوم لجهلكم بصدق وعد الله فإنا سنسخر منكم غدا عندما تسخرون. عذاب يخزيه، عذاب مقيم، ما المراد بهذين العذابين؟ العذاب اللي بيخزيه هو الغرق في الطوفان، وده عذاب الدنيا. أما العذاب المقيم الدائم هو عذاب الآخرة بالنار. بعد كده، لماذا صنع سيدنا نوح الفلك تنفيذا لأوامر الذي، أول حاجة، تاني حاجة تكون وسيلة نجاة المؤمنين. من الذي ركب في السفينة مع سيدنا نوح؟ الذين آمنوا. ممكن نضيف عليها كمان من كل نوع من المخلوقات، بس هنا من تسأل عن العاقل، فعشان كده قال سيدنا مع سيدنا نوح الذين آمنوا معه. ما علاقة بدء الطوفان؟ ما علامة بدء الطوفان وبما أمر الله نبيه نوحا عندها؟ علامة بدء الطوفان خروج أو فوران الماء بقوة من التنور، وعرفنا أن التنور ده الفرن. وبما أمره أمر الله نبيه نوحا في ذلك الوقت أن يحمل المؤمن في السفينة ومن كل المخلوقات زوجين ذكر وأنثى. اشتملت الآيات على أمرين لله تعالى واستثناء. الأمر الأول أن يحمل في السفينة من كل من آمن معه ومن كل الحيوانات من ذكر وأنثى وأهل بيته. الاستثناء لا يأخذ ابنه ولا امرأته ولا أي كافر. لماذا أمر الله نوحا أن يحمل من كل زوجين اثنين؟ حفظا للمخلوقات من الانقراض، ولكي يستعين بها على حياته في المكان الذي سترسو فيه السفينة. يعني إيه اللي هيحصل لو كان سيدنا نوح حمل في السفينة بشر فقط؟ انقرضت جميع باقي المخلوقات. ماذا طلب سيدنا نوح من المؤمنين به ومن ابنه؟ أن يركبوا السفينة لكي ينجوا جميعا من الغرق. تجلت عاطفة الأبوة وقت القرب رغم معصية الأبناء. وضح ذلك عندما طلب سيدنا نوح من ابنه أن يركب السفينة ولا يكون مع الكافرين، وذلك يدل على حبه لابنه وحرصه على نجاته. ماذا نتعلم من الآيات الكريمة؟ أول حاجة، الإيمان بالله وبالرسل، وده طريق النجاة في الدنيا والآخرة. الثبات في المحن والصبر على الشدائد. وجوب رعاية الآباء للأبناء، وكذلك طاعة الأبناء للآباء. بكده نكون انتهينا من أول درس نصوص اللي هو سفينة نوح. إن شاء الله نلقاكم في دروس قادمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.